طب دكتور، بأي مرحلة عمرية مهم تبدأ السيدة تنتبه، أو البنت، أو اللي هو كل فئات النساء، متى لازم تبدأ في الكشف المنزلي وكيف تعمله؟ طيب، هو مبدئيا يعني حديثا كده ان الكشف المنزلي ده ما اثبتش ان هو 100% بيعمل وقايه من السرطان، ماشي؟ لان احنا دلوقتي ما هنعرف نشخص يمكن اكيد. احنا بنقول دلوقتي ان الكتله بتكون صغيره جدا لدرجه ان الطبيب على السرير ممكن ما يطلعهاش بالفحص اليدوي. فاحنا هنفرق بين ان حد فوق 40 سنه وحد تحت 40 سنه. اوكي، تحت 40 سنه الحال الطبيعي ان السيده بتكون عارفه شكل الثدي وحجمه وان ما فيش فيه الام وانها دايما بتتابع وتحاول تعمل كده فحص شهري، بس طبعا تكون الدوره خلصت باربع خمس ايام عشان مش هتلاقي، لو فحصت وقت الدورة قبل الدورة هتلاقي كتل وهتلاقي ألم وهتلاقي احتقان، ده كله هيخوفها. لا، استني الدورة تنزل أربع خمس أيام وعملي فحص، لقيتي أي حاجة غريبة أي حاجة مؤلمة تراجع العيادة. أوكي؟ نعم. لكن فوق 40 سنة والله بقى لقيتي ما لقيتيش، تراجع العيادة سنويا، ده لازم مرة في السنة. زمان يعني اللي هي التوصيات القديمة كانت بتقول فوق 50 سنة، حديثا قالوا لا، فوق 40 سنة المريضة تراجع العيادة، أو المراجعة بقى هي مش مريضة ولا حاجة، بتراجع كفحص عادي، تراجع العيادة للطبيب وهو يعمل لها الماموجرام ويقول لها محتاجة تيجي كل سنة ولا كل سنتين. يعني ممكن في حاجات بتطلع في الثدي بتكون تغيرات حميدة زي أكياس وغدد، تمدد في قنوات الحليب، زي كده حاجات عادية بتكون عند أغلب السيدات، وتقريبا يعني 98% من الأشعاعات اللي بتطلع تقررها بتطلعش، فيش واحدة اسمها الثدي 100% سليم ما عندكش أي حاجة خالص، لا فيش الكلام، في لازم هتطلع حاجة مثلا غدة، بس كلها بتكون حاجات حميدة بتحتاج فقط المراجعة السنوية، أو ممكن حاجة تحتاج مراجعة أقرب شوية كل 6 شهور. فتبع الأشعة أو توصيات التقرير بنوجه المريضة لا تحتاج نشوفك كمان 6 شهور، نشوفك كمان سنة، وبتكون مطمنة. يعني إحنا بنشوف حالات بتكتشف بدري حوالينا لمجرد بس إن الكتلة بتتشال والمرضى بتعيش حياتها أكن ما فيش أي حاجة خالص حصلت، فده بتبقى شيء كويس. يعني أنا لسه شايفة توعية أمس جايبين صورتين أشعة، واحدة الورم كبير جدا، واحدة الورم تقريبا يعني قد النقطة كده، قال لك تحبي تشخصي كده ولا تحبي تشخصي كده؟ طب انت لو عايزه تشخصي وهو لسه قد النقطه لازم تراجعي، لان دي لا طبيب هيجيبها بايده ولا انت هتعرفي تفحصيها في البيت، فلازم دي الماموجرام ما فيش الا هو بعد سن 40. طبعا كل ما سبق دكتوره لفئه السيدات اللي ما عندهم جينات وراثيه ناقله المرض. لو في سيدات عندهم مثلا في تاريخهم العائلي او الوراثي حد مصاب، ام او جده او مين دكتوره؟ اي حد، يعني اي احد في العائلة. اخت مثلا زي كده، هذه حتراجع اكثر من غيرها دي، المفروض بتشوف هم اكتشفوا الورم عند سن كام وترجع 10 سنين ورا وتجنها. نعم. نبدأ ان احنا نعمل لها الفحص المناسب ليها، عشان برضو دي ممكن يكون عندها استعداد جيني او زي حاجة زي كده، فاحنا بنبدأ نعمل فحص مبكر ونشوف لو في مثلا كتل، حاجات محتاجة اتخذ منها عينات زي كده عشان تطمن، فدي بيكون لا ليها تصنيف تاني، مدام في حد في العيلة لازم تيجي بدري. في ممارساتي اليومية ليومي العادي دكتورة، متى التوقيت اللي حضرتك تقولي فيه للسيدة الآن تروحي لطبيب مختص؟ لو شفتي كذا على طول توجهي لطبيب مختص. هي زي ما قلنا يعني الطبيب مختص، بس مش هقدر اشخص هي لا قدر الله ورم ولا لا، لازم تعمل اشعه. بس اي حد زي ما قلت لك مثلا عنده مشكله، حاسه مثلا بكتله في الثدي بقى لها سنين وغريبة، وهي مش مهتمه او قلقانه او خايفه او زي كده، حاسه بافرازات لونها غريب من الثدي، الحلمه كانت خارجه لبره وبدات تدخل لجوه، حصل لها سحب داخلي، في كتل تحت الدراع، في احمرار، في مريضه جت اشتكت لي مره ان الثدي صغر، تخيلي يعني شكوى. الحالة دي كانت يعني غريبة. متقدمة جدا، لأن خلاص كان الورم انتشر للجلد لدرجة أن يعني الجلد لازق على الثدي، فبقى شيء صراحة صعب. فهي سابت الموضوع لغاية أن الموضوع انتشر لغاية الجلد، فده كان شيء مش صح جدا. يعني أي حاجة يا جماعة تلاقوه أصلي، يعني زيارة الطبيب لا هتكلفك وقت ولا هتكلفك شيء، والطبيب هيفحص ويوجهك، يعني يقولك مثلا أنت لا اطمني مش محتاجة أي حاجة، لا أنا شايف أن أنت تعملي ماموجرام. حتى عندنا في عيادة طب الأسرة إحنا بنعمل كفحص مبدئي وتشخيص مبدئي، لو قلقانين من شيء أو كده نحاول لعيادات جراحة الثدي ناخد رأي الطبيب برضو، لو في مثلا خزعة بتحتاج تتخد عشان نطمن ده التهاب ولا ايه بيتاخد. يعني المريضة بتمشي بعد الزيارة وهي مطمنة، انا خلاص تمام وانا عارفة ان انا ما عنديش اي حاجة، ليه معاد بعد سنة باجي اشوف الاشعة فيه، غير حد قاعد مش عارف يعني كتلة موجودة وهي ما عندها انكار او خايفة او قلقانة، فده شيء طبعا مش بيكون كويس. بنشجع كل الناس تعالوا تعالوا، اللي حاسه بشيء واللي مش حاسه بشيء وكل حاجه تعالوا. احنا كعياده طب اسره بنشوف مثلا ناس كتير جايين، انا جاي فحص شامل ما بشتكيش من شيء،
وبالذات لو سيد. طيب نبدا احنا نتكلم عمرها فوق 40 سنه. هل عملتي ماموجرام قبل كده؟ هل عندك تاريخ مرضي في الاسره؟ هل رضعتي اطفال في تاريخ مرضي كده بناخده؟ هل في نقص في الوزن؟ هل في تعرق بيجيلك بالليل او ارتفاع في درجه الحراره؟ هل بتاخدي مثلا موانع للحمل هرمونيه؟ هل في اضطراب في الدوره الشهريه؟ في اي حد من اقارب الدرجه الاولى عنده اورام في الثدي؟ هل كان عندك مشاكل قبل كده؟ عملتي ماموجرام او الترا ساوند وكان فيها اي حاجه مش طبيعيه؟ ونبدا نفتح الملف ونبص عملت اخر مره امتى وكان المفروض تيجي امتى وزي كده، ونبدا نوجهها لا تعالي، لا تعالي دايما اطمني، تعالي دايما افحصي، ما تقلقيش لو في اي حاجه، لو حتى ان النوم، لو حتى لا قدر الله دي بدايه حاجه مثلا اورام، كويس انك تكتشفيها بدري، انت ليه تسيبيها لغايه ما تنتشر وتكبر وتبقى مشكله كبيره ويصير صعب السيطره عليها. بالزبط. دكتوره ايش اقل عمر ممكن تبدا منه السيده فحص الماموجرام؟ 40 سنه اقل، انا اقصد اقل حاجه. أيوة نبدأ اقل شيء بنبدا نكتب ماموجرام للست بدايه من 40 سنه. اقل من كده بيكون الترا ساوند الا لو كان في يعني علامات خطره، يكون مثلا الدكتور قال احنا هنحتاج، لان الماموجرام اصلا بيطلع بس يعني هو سكريننج او كفحص مبكر للاورام. ممكن السيده تحتاج اشعه تانية بالالترا ساوند او بالموجات فوق الصوتيه. في نوع من السيدات بيكون عنده الثدي كثيف، أنسجة الثدي كثيفة، فبعد ما بطلب أشعة الماموجرام بحتاج أن أنا أعمل تأكيد بالألترا ساوند عشان أعمل تشيك أو فحص لكل حاجة بقى، الغدد الحليب والغدد الليمفاوية وقنوات الحليب والكلام ده ممكن ما يبانش بالماموجرام عند السيدات اللي لها ثدي كثيف، فده بيكون أشعة تأكيدية. لكن الماموجرام أساسي لاستبعاد الورم، لازم نستبعد الأورام اللي هي السرطانية أو الأورام دي، لازم بالماموجرام بداية من سن 40 سنة. لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع. تحية لكم مستمعينا، أرحب مجددا في فقرة لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه بدكتورة أماني جودة استشاري طب الأسرة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتورة، في نقاشنا أنا وياكي تحت الهواء عدتي كثير مؤخرا كثير وزارة الصحة والمستشفيات بيوجهوا كثير السيدات لموضوع الرضاعة الطبيعية. كلميني شوي عن موضوع الرضاعة الطبيعية وليش بيربطوا أحيانا بينه وبين البريست كانسر. طيب، هو مبدئيا موضوع الرضاعة الطبيعية دي من الحاجات اللي بتحمي من أورام الثدي وكده. هذا حقيقي دكتور؟ طبعا أكيد. طبعا دي كمان حاجات من اللي بنسأل فيها السيدات، أنت رضعتي طبيعي ولا لا؟ رضعتي كم طفل ومدة الرضاعة كانت قد إيه؟ فكون السيدة ما ترضعش طبيعي خالص أو ترضع فترات قليلة ده طبعا شيء مش كويس، لازم الأمهات ترضع وترضع الطفل، ده كويس للثدي للطفل وللأم وللثدي ولكل شيء، تمام؟ فهي اصلا من الحاجات اللي ربنا اداها للست كحاجه حمايه من اورام الثدي، يعني اي تولد اي طفل تبدا انها ترضع وترضعه المده الكافيه سنه ونص سنتين، ده بالعكس كويس لصحتها وكويس لوزنها وكويس للطفل، ان الحليب اللي بيطلع من عندها ده مستحيل هتلاقي اي فورمولا ولا اي حليب صناعي هيكون من نفس بديل ولا معقم. صح. ولا بنفس درجه الحراره ولا بنفس درجه ما عز وما اعرف ايش الحلقه، مستحيل مستحيل. هي بس لبن الام هو المناسب، يعني فعلا يقي من اكيد امراض أكيد. سرطان الثدي. أكيد طبعا أكيد. دكتور، أنا متأكدة أنه اللي حقول لك إياه الحين أنت بتسمعي بشكل شبه يومي في العيادة، يمكن مزيلات العرق وبعض أنواعها ربطوا لفترة زمنية معينة بينها وبين الأورام السرطانية في الثدي، زائد عمليات تجميل الصدر أيضا ربطوا بينها وبين الأورام السرطانية في الثدي. ما مدى صحة هذا الكلام؟ طيب، المزيلات العرق ملهاش أي علاقة خالص بأورام الثدي، ما لها دخل أبدا؟ أبدا أبدا. هي إيه دلوقتي لو حد استعملها وحصل أي مشكلة تحت الدراع، كتل، ألام، إحمرار كده، بيرجع عيادة الجلدية، ممكن يكون حصل إن الغدد اللي تحت الدراع اتقفلت، اللي هو مزيل العرق ده نوع مش كويس قفل الغدد زي كده، دي قصة تانية خالص، دي حاجة ليها علاقة بتحت الدراع. هو تحت الدراع مظلوم عشان له علاقة بالثدي. صح. صح. لكن لو فعلا لو حصل التهاب في الثدي او اي حاجه ممكن يحصل تضخم للغدد تحت الدراع. بس مزيلات العرق بريئه جدا من قصه انها تسبب اورام ولا حاجه، هي ممكن تسبب مشكله تحت الدراع نفسه، ان يحصل غدد تنقفل او التهاب يعني يزود حجم الغدد الليمفاويه اللي تحت الدراع، ممكن يعمل كده، لكن هي ملهاش اي علاقه. تمام، هذا الشق الاول. الشق الثاني، الشق الثاني اللي هو عمليات تجميل الصدر دكتوره، اللي بيعملوها في بنات مثلا لسه ما تزوجوا، في بنات مثلا في بدايه الزواج، في بنات مثلا الى اخره. عمليات تجميل الصدر هل هي مرتبطه بسرطان الثدي او تسببه او تحفزه او ولا لا؟ لا ابدا خالص، ما لهاش اي علاقه بالامر ده.
يعني بتكون سيليكون او ماده مثلا مصنعه بتتحط تحت الجلد اللي في الثدي، بيعملها جراح ودكتور وبيكون عامل اشعاعات قبل كده المريضه وبيشوفها مناسبه ليها ولا غير مناسبه، ملهاش اي علاقه بسرطان الثدي تماما. خلاص هي بتحط بتعمل الجراحه وبتروح في مواعيد المتابعه الاساسيه بتاعتها مع طبيبها، وساعات بيراجعونا في العياده وبيكونوا حاطين مثلا سيليكون او حاجات زي كده، وبتحس بكتله بتتعامل زي اي مريضه عادي، بتتم فحصها وتم يعني الاشعه المناسبه ليها بنطلبها عامل. ما هو نسيج الثدي بيكون تحت السيليكون او حوالين السيليكون، فدايما بيتم فحصه زي اي نسيج ثدي تاني، ما فيش فيه اي حاجه صناعيه داخل الثدي. يعني يقولوا انه اطباء اللي بيقولوا في السوشيال ميديا وبيطلع الموضوع ترند، فانا حسألك عنه دكتوره، انه اللي تعمل حشوه وبعدها تدخل في مرحله الرضاعه ما حتقدر ترضع، والموضوع حيتسبب لها برضه باورام سرطانيه، صح ولا غلط؟ لا، هي ممكن لو عملت الحشوه ممكن ما تعرفش ترضع، لو أوكي. لو قنوات الحليب او كده مش هتكون شغاله كويس بعد موضوع الحشوه، لكن مش هيجي لها سرطان لانها عملت حشوه تمام، وكونها ما رضعتش زي ما قلنا ان الرضاعه بتحمي من السرطانات، لكن اللي مش هترضع مش 100% هيجي لها سرطان. احنا بنقول للستات اللي بتقول انا عايزه احمي نفسي اعمل ايه؟ تعملي كتير. لو عندك بيبي رضعيه ورضعي مده كافيه، لو في تدخين وقفيه، لو في زياده في الوزن نزليها، اعملي رياضه، وقفي المواد الحافظه. هي كل زي كل الارشادات اللي بنديها لاي حد عايز صحته تبقى كويسه، ما تاكلش سكريات كتير، حاول تنزل وزنك، حافظ على صحتك، وقف تدخين، خلي ما تجلسش كتير، لازم تتحرك، تروح جيم، تمشي كل يوم، لازم وزنك يكون مناسب لطولك. دي الحاجات العامه، بالاضافه في موضوع الثدي اكيد للرضاعه، الرضاعه بتحمي من سرطان الثدي، لكن اللي بترضع مش هيجي لها سرطان ثدي، مش العكس. الرضاعه بتحمي، لكن مش اللي رضعت او منعت رضاعه او وقفت رضاعه او ما رضعتش هيجي لها سرطان، لا مش العكس خالص. تمام. احتقان الحليب في الصدر دكتوره ما هو مرتبط بسرطانات الثدي؟ لا خالص. لو واحده بترضع وحصل لها احتقان، ده ممكن يكون حاجه عاديه جدا، قناه حليب اتقفلت او الحلمه حصل فيها مشكله او البيبي ما بيرضعش كويس، برضو بتراجع العياده وبيتم التقييم، هل ده التهاب عادي ولا هي محتاجه تعمل اشعه، هل لا قدر الله في خراج في الثدي ولا التهاب بس خارجي في جزء معين، وبنرشدها نقول لها خدي الادويه اللي احنا بنوصفها، حاولي ترضعي وتسحبي الحليب من الثدي عشان ما يحصلوش احتقان. فلا برضو ما لهاش علاقه بالسرطان القصه دي خالص. يعني دكتورة كل الشكر، نورتي حلقتنا اليوم. شكرا لتواجدك معنا، وأكيد لنا حلقات قادمة بإذن الله. كل الشكر. إذن دكتورة أماني جودة استشاري طب الأسرة في مستشفى دكتور سليمان فقيه، كل الشكر.